السلام عليكم، صباح الأنوار. نتمنى تكونوا على خير. جيت بغيت نشارك معكم تجربتي مع دورة المال والمشاريع اللي كانت حضورية في الدار البيضاء، ودابا إن شاء الله غادي تكون يوم 27 يناير على زوم في المباشر مع الأستاذة. دورة المال والمشاريع بالنسبة لي أنا غادي نلخصها في واحد جوج النقط، وهي أولا أن دورة المال والمشاريع ماشي دورة نظرية كلاسيكية اللي فيها مفاهيم وغادي تمشي تحاول تطبقهم مثلا في علاقتك مع المال والمشاريع، لا، وإنما هي واحد الدورة تطبيقية. بمعنى هذوك المفاهيم اللي كتهضر عليهم الأستاذة عشناهم معاها في الدورة. يعني فاش كتهضر الأستاذة على البركة، شفنا شنو معنى البركة، عشناها، عشنا البركة ديال الوقت. فاش كتهضر الأستاذة على الوفرة، عشنا معاها هذيك الوفرة، سواء في تعاملها، في هضرتها، في العطاء ديالها، في عشناه، في الأجواء كلها.